السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة أولى متوسطة، لا تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ سنكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس، كتاب اللغة الفرنسية على صفحة 148. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، متنسوش تعملوني بإعجابكم، تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس فيصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس أمرا. هيا نبدأ على بركة الله. قناة صفحة 148، La phrase impérative, الجملة الأمرية. J'observe le texte. أنا ألاحظ النص. Les énergies vertes, الطاقات الخضراء. Dans un entretien, Madame Benhamou, professeur chercheur à l'université de Beaumardès, a déclaré: Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. Où est-ce qu'allec dans un entretien, fi l'Ira, Madame Benhamou, Seyida Benhamou, professeur chercheur, yani أستاذة وباحثة على الجامعة في جامعة بومرداس أدكلاري، يعني قالت أو صرحت: Ne suivons pas aveuglement les défenseurs de l'énergie solaire. يعني يجب أن لا نتبع كل الأشخاص الذين يدافعون عن الطاقة الشمسية. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. قالت لكم هذوك يعني توجد طاقات خضراء أخرى، les énergies vertes كما الطاقات الخضراء، peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. معناها يعني تستطيع أخرى أو تبين أنها أكثر فعالية ولديها مردود أكثر. قالك intéressons nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. يعني يجب أن نهتم بالطاقة المستخرجة من الرياح، اللي هي الطاقة يعني تاع الرياح أو الطاقة العضوية، يعني مستخرجة من المواد العضوية. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. يعني هذه الأخيرة لديها ميزة اللي هي تحويل أو معالجة الديشي واللي هما النفايات et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. معناها يعني تقوم بالإنتاج الكهرباء وأنواع أخرى من الوقود بهذا الشكل. نعم، قالكم لو تكست. Les énergies vertes. Dans un entretien, Madame Benhamou, professeur, chercheur à l'université de Beaumardès, a déclaré: Ne suivons pas aveuglement les défenseurs de l'énergie solaire. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. Donc, أعزائي التلاميذ إلى الأسئلة. J'analyse le texte. وش قالك في السؤال الأول؟ Quel est le sujet abordé par Madame Benhamou؟ شنو هو الموضوع اللي كانت تهضر عليه مدام بنحمو؟ مدام بنحمو لما كانت تهضر كانت تدافع عن الطاقات الخضراء، les énergies vertes. هذا هو علاش نقولوا لو سوجي ابوردي با مدام بنحمو اي les énergies vertes، هو الطاقات الخضراء. قالك في السؤال الثاني: À quel temps sont conjugués les verbes des phrases soulignées dans le texte؟ يعني واش من الوقت راهم صرفين فيه الافعال مسطرين عليهم في النص؟ عندنا ne suivons pas، الverb suivre، suivons، intéressons nous، واش نلاحظوا راهم صرفين في البريزون. Alors les verbes des phrases soulignées dans le texte sont conjugués au présent de l'indicatif، راهم صرفين في المضارع البسيط. واش قالك في السؤال الثالث؟ كومون ابلتون سو تيب دو فراز، يعني كيفاش نسمو هذا النوع من الجمل؟ حنا نعرفو في الجمل العاديه لا فراز ديكلاراتيف نورمال، نعرفو بلي توجور يكون لو سوجي بعد لو فيرب بعد لو ريست لا فراز، يقدر يكون كومبليمون دوبجي ديريكت لا كومبليمون دوبجي انديريكت على حسب الجمله. لكن في لا فراز امبيراتيف العكس، لا فراز امبيراتيف توجور لو فيرب هو اللي يجي الاول،
نبداو لو فيرب بعد لو سوجي بعد التكمله تاع الجمله. هاد كي تشوفوا الفعل هو الاول عرفوا بلي سي اون فراز امبيراتيف. دوكا لا فراز امبيراتيف الجمله الامريه عندها اربع حاجات يعني تعبر عليهم. تقدر تعبر عن امر، يعني هذيك الجمله عباره عن امر لوردر ولا تعليمه اون كونسيغ ولا نصيحه ان كونساي ولا اون انترديكسيون. انترديكسيون معناها منع، يعني يعني لازمش دير ديك الحاجه، ينترديك باش دير ديك الحاجه. الوغ هادو الربعه نستعملوهم ولا هما عباره عن جمله امريه اون فراز امبيراتيف. دوك انا واش نلاحظوا قالك نو سيفون با افيك لو مون لي ديفونسور دو لانرجي سولير انتريسون نو ا لانرجي ايوليان اي ا لا بيوماس. واش راكم تلاحظوا هنا ماشي كونساي ماشي امر، باسكو هاد السيده بن حمو ماشي تامرنا باش نديرو ديك الحاجه، اسمنا لنا كونسيني تعليمه باش كاين اذا حب يعني يدير بها يعني عندنا الراي. باغ كونطخ كي يمدلك اوردر يمدلك امر لازم ديرو، ولا منعك ما ديرش ديك الحاجه انترديكسيون لا ميم شوز لازم ما ديرهاش. فواي هذه هي لهاد اربع انواع هما جمل امريه او دي فراز امبيراتيف. نروحو اعزائي التلاميذ جو روتير في القاعده قالك اون يوتيليز اون فراز امبيراتيف بور اكسبريمي اون كونسين هايليك اون انترديكسيون ان اوردر او ان كونساي. يعني نستعمل الجمله الامريه للتعبير عن تعليمه منع اوردر امر او نصيحه. لا فراز امبيراتيف كومونس بار اون ماجوسكول اي سو تيرمين بار ان بوين. يعني تبدا عادي الماجوسكول تبدا بالماجوسكول نكملوها نديرو نقطه. Elle peut également se terminer par un point d'exclamation. يعني هذه استثناء تقدر بعض الأحيان أنها يعني نكملوها ونديرو في آخر الجملة نديرو علامة تعجب. يعني مين داك جو استثناء. لكن الجملة لازم تعرفوا بلي الفعل هو اللي يجي في أول الجملة، ولازم تعرفوا حاجة سيكو هذا كل الفعل نصرفه في البريزون. صرفوا في البريزون يعني دو لانديكاتيف عادي، لكن صرفوه مع ثلاث ضمائر واللي هي تو نو فو. هذا ما كان نصرفوه ني مع إيل ني مع جو ني مع ال، يعني فقط مع تو نو و فو. حاجة سهلة. المهم انتما كي تشوفوا لو فيرب في بداية الجملة عرفوا بلي شنو فاز امبيراتيف. ان شاء الله تكونوا اعزائي التلاميذ تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد، ولا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تدعموني باعجابكم، تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هذا دائما فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد، مع السلامه.